لإحداث تنمية صناعية حقيقية وتحسين بيئة الاستثمار من خلال التنسيق مع كافة القوى السياسية، شهدت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التجارة والصناعة وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتعزيز ودعم آليات تنفيذ خطة الدولة للتنمية الصناعية. وزيرة التجارة والصناعة أكدت أن الاتفاق يعد بكورة نتائج اللقاءات المتعاقبة التي عقدت مع أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بداية شهر يونيو الماضي، الذي يؤكد على التواصل الدائم بين الجانبين ونقل نبض الشارع إلى الوزارة. الغرض من هذا التوقيع هو التنسيق ما بين الطرفين، بحيث ان احنا يتم الاستفادة من القدرات اللي موجودة في شباب تنسيقية الأحزاب، من حيث الوعي التشريعي، من حيث الوعي الإعلامي لإعلام المواطنين والتواصل اللي هو بيبقى موجود من خلالهم، لو انا هتكلم عن مشروعات صغيرة، لكل من يهدف في إقامة مشروع، اصحاب مشروعات بشكل قائم. ووفقا للاتفاقية، تقوم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بدعم السياسات والتشريعات المتعلقة بخطة الدولة للتنمية الصناعية. من خلال دولاب عمل مشترك ما بين التنسيقية وما بين الوزارة، هيتم فيه التنسيق المستمر والدوري ورفع الاحتياجات اللي في عملية الصناعة والتجارة وتقديم أوراق عمل ومشروعات لسيادة الوزيرة، بالإضافة لعملية صناعة تشريعية قادرة من خلال النواب والشيوخ، قادرة على تلبية الاحتياجات وتذليل أي معوقات أمام هذا الأمر. النواب عندنا شغالة كويس جدا، لما بنودي لهم ان في عوار معين في الصناعة او في حاجة هتوقف مسيرة الشاب، هو بيقدر يشتغل عليها في التشريعات الجديدة. وأكدت وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة ستقوم أيضا بتشجيع الشباب على الانخراط في مجالات الصناعة وتقديم المقترحات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية الصناعية المستدامة. اتفاقية تعاون تؤكد على حرص الوزارة على إقامة جسر من التواصل بين جميع القوى السياسية، وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن ولتعزيز جهود الحكومة. ولاء الحديني، النيل.